من المؤسف ان يفتخر الشباب باللغات الاعجميه ويلون السنتهم بها دون حاجه حتى اصبح بعضهم يكتب العربيه بحروف اجنبيه وكانه قد غاب عنهم ان اللسان العربي هو شعار الاسلام واهله قال تعالى ان قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ فاللغات من أعظم شعائر الأمم التي بها يتميزون لذا كره السلف التكلم بغير العربية إلا لحاجة إذ هي من شعائر الإسلام وحفظها من تمام حفظه فينبغي للمسلم أن يعتني باللغة العربية وأن يكون حريصا على دراسة المهم من قواعدها واحتساب الثواب في ذلك اذ هي مفتاح الفهم للقران والسنه اجتناب اللحن والخطا فيها قدر المستطاع عن نافع قال كان ابن عمر يضرب ولده على اللحن مطالعه كتب الادب في التراث العربي لا سيما الكتب التي يذكر فيها الشعر والنثر فذلك مما يقيم اللسان ويزيد الحصيله اللغويه لدى القارئ الالتزام بها في المكاتبات والحوارات والشعارات في مواقع التواصل وغيرها. التزام التحدث بها مع الكبار والصغار ولو لفتره وجيزه كل يوم. تعليم الابناء قواعدها وتربيتهم على حبها واتقانها منذ الصغر، اذ هي لغه القران الذي وصفه الله بقوله. وانه لكتاب عزيز. لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد